لتعديله بالظبط. طيب معانا سماح، اهلا يا سماح. اهلا بحضرتك، ازيك يا عبير؟ الحمد لله، اتفضلي. اهلا بيكي سماح، ازيك؟ الحمد لله. ممكن اقول لحضرتك حلو؟ اه اتفضلي. بقول لحضرتك انا كنت نايمه النهارده، يعني صحيت قبل الفجر على ان انا شايفه تعبان جاي لي من الصاله، بس هو يعني النص الاولاني اسود ورفيع قوي، لكن نصه الثاني عريض يعني شويه كبير والوان. فانا شفته جاي وفعلا هو طويل جدا، ده شكله غريب قوي. يعني نص ونص. ففعلا دخل والعطس. انا خرجت من الاوضه وقفت على الكنبه، هو برضو كمل ماشي عادي، بس ما هجمش عليا ولا اذاني. انت انسه ولا متزوجه ولا انا متزوجه؟ متزوجه. علاقتك باهل جوزك حلوه ولا في صراع؟ لا عادي، كويسين جدا. واهلك انت ذاتهم؟ لا كويسين برضو. واصحابك؟ مش معقوله قاعده عمالك يعني مفيش حد؟ لا انا في معايا حد في البيت، ليا اعداء في بيتي يعني. بس كده؟ طب هو ده اللي احنا بنقوله. مش اهلي، بس مش من اهلي. من يعني يعني حد من الجيران؟ نسايبنا يعني. من نسايب اخويا. مين؟ نسايب اخويا. طيب تمام. فبقول لحضرتك في عقبال الاوضه الثانيه، دخلت الاوضه الثانيه كان فيها طليقي، فانا بقول له تعالى موته. طليقك ده اللي قبل جوزك ده ولا هو؟ لا اللي هو الاولاني. فبقول له تعالى اقتله. فهو عقبال ما بص من الاوضه هو شايف نص الرفيع، فبيقول لي هو ده اللي انت خايفه منه، عمال يضحك وعمال يطلع من شنطه حاجه كده عشان يضربوا بيها، بس هو بيتعامل بالراحه قوي يعني، وعمال يضحك يقول لي هو ده اللي انت خايفه منه. فانا بقول له بس انت ما شفتش بقيته. انت عندك عيال من الراجل ده بطريق ده؟ عندي ولدين. طيب والجديد؟ لا ما عنديش منه اولاد. طيب والنسب ده، النسب ده بتاع الراجل القديم ولا الجديد؟ لا ولا ده ولا ده، دول نسايب اخويا. نسايب اخوكي. طيب اولا دخول التعبان في عندها في الاوضه او عندها في الصاله ايا كان، دخوله البيت في حد ذاته انت سامحه بحاجات، المفروض ان كل حاجه ليها خصوصيه يعني، ما تسيبيش الدنيا كده. حتى لو كانوا نسايب او كده ما يبقاش في دخول كده بطمع يعني في حياتك. وبعدين حته ان انت يتلون، دول ناس بني ادمين بتحاول انها تبقى خيره، لكن بتبان بقى لازم تبهت عليها الخصائص وطباعها الاساسيه اللي هي الشر. فانت ايه، فخلي بالك منها، هي دي امراه متلونه بتعرف تدخل وتخرج ازاي، فاهمه ازاي؟ لان الرفع والتخن ده معناه انها لها سبل وطرق ازاي توصل لهدفها، تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه استعانتك بطليقك، معنى كده ان الاذيه جايه على الاولاد، ان هي عندها اولاد منه، ممكن تكون الاذيه دي عينها حاسده، فعليكي بالتحصين وربنا يسلمكم كل شر. طيب احنا معانا شيرين. ازيك يا شيرين؟ السلام عليكم، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير. ازي حضرتك يا استاذ صوفيا؟ اهلا بيكي. ازي حضرتك؟